في كنتم ثانويا هذه الدورة 38 في البداية ديالو المهرجان عند التأسيس في سنة 78 الأهمية كانت كتقوطات كثيرة للجدارية فإنها مرآة الفنان للتعبير عن طريقته في الاشتغال لتقريب المتلقي العام وتقريب الفني عموم المواطنين وتبادل الخبرات مع الفنانين في كل سنة موسم أصيل الثقافة من أقدم المواسم للمملكة المغربية. دورة 38 ديال الفيستيفال عجبنا الحال والله هذه العمل ديالي غنبريزونتي دابا نحاولوا نكتشفوا براسكم نهار 15 ان شاء الله. مرحبا بكم معنا.